تعيش الروسية ماريا شاربوفا نجمة التنس وضعا معقدا بعد أن تم إيقافها لمدة عامين بسبب تناولها المنشطات. وبعيدا عن الكرة الصفراء، كشفت شاربوفا قبل فترة عن هوايتها المفضلة في المنزل، فاعترفت بأنها تستغل أوقات فراغها بطهو أطباقها المحببة. وأثناء حديثها لمجلة ذا كافيتر، فاجأت شاربوفا الجميع مؤكدة أنها تعشق المطبخ المغربي. وتقول شاربوفا أنها وأصدقاؤها دائما ما كانوا يستخدمون كتاب الطبخ لطهو الطعام، فمنذ مدة قاموا بإعداد طاجن مغربي كبير وكسكسي بالبصل مع شاي بالنعناع.